2020 نحن على ثقة بأنفسنا وبنظامنا السياسي وبشعبنا وبأمن وبجيشنا وبقواتنا وبالتفاف الشعب. هذه لا تؤثر هذه الأصوات النشاز. هذه الأصوات لا تؤثر. نعم. ولكن فخامتك يعني في حال ان انتم رايتوا ان 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 يعني اللهم يعني الله لا يقول ان ان الحرب هذه امتدت وصار في توتر كبير، لان خاصه ان بطوله كاس الخليج لسه يعني فتره طويله باقي لها، اذا رايتم ان البطوله او الحرب هذه ستشكل خطر على البطوله، هل انتم مستعدون لتاجيلها ام لنقلها؟ لا لا لا، اولا المسافه من المنطقه التي فيها حرب حوالي 600 كيلو. بعيد. بعيد 600 كيلو، هي في اقصى الشمال. نعم. ونحن نحتفل في اقصى الجنوب. الجنوب. نعم. فهذا لا يؤثر على 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 الاستضافه. انا كنت على تواصل يوميا واخرها قبل ساعتين ثلاث تواصل مع السلطه المحليه، ويقولوا لي نسبه الانجاز رائع جدا، اكثر من 50%. يعني بقي عندنا حوالي على مستوى المنشات. على كل المستويات. لا، في مستويات 100%. في مستويات 100% 80%، لكن بعض المنشآت تشكل من 45 إلى 50%، وهم ماشيين بشكل جيد، ما فيش أي شيء يعيق الإنجاز. نتمنى هذا الشيء، ولكن أيضا ولكن أيضا فخامة الرئيس، أنت قلت أن البطولة راح تكون في الجنوب. أيضا في الجنوب فخامتك طلعت بعض التهديدات عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت تهدد إقامة البطولة. هذه التهديدات خدتوها بعين الاعتبار؟ نأخذها بعين الاعتبار وعاملين حسابنا لكل ما يمكنش أنه تقدم دولة نظام سياسي على استضافة مثل هذه البطولة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعرف أنه سيكون الأمن مهدد، ستعتذر من أول شيء. إذا إحنا عارفين إنه في مشكلة سنعتذر ونقول سنستضيفها في وقت لاحق، لكن إحنا قادرين على استضافتها، وما هي إلا إرهاصات وفكاكي لا تؤثر على الإطلاق. لأن يتردد في الفترة الأخيرة فخامتك إن البطولة يعني من بين إقامتها في اليمن ومن بين إقامتها في مملكة البحرين أو حتى أي دولة. ما عندنا مشكلة أنها تقوم، لكن إحنا استضفنا وعاملين حسابنا من عندما أخذنا قرار الاستضافة. اننا على استعداد تام لوضع كل الترتيبات التي تحافظ على سلامه وامن ونجاح هذه البطوله الخليجيه. في هجمه شرسه فخامتك على 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 يعني نحن نستغرب على اقامه البطوله في اليمن، مع ان اليمن ما شاء الله يعني مثل ما نحن حاليا موجودين تقريبا اسبوع، عدينا كثير من التقارير، شفنا ان هي بلد ما شاء الله يعني الأمن مستتب، وباستطاعتك تتحرك بالسيارة إلى أبيان وإلى عدن وحتشوف وتقابل المواطنين. ولكن شو تعقيبك فخامتك على الهجمة الشرسة اللي يعني بلد أنا أحللك بلد ديمقراطي مثل بلادنا في عالم متخلف وبلد ديمقراطي، فكل واحد يفرض سمومه بشكل كل واحد على كيفه. هذا يعني من مساوئ الديمقراطيه. نحن نقول ان فيها مميزات ايجابيه الديمقراطيه، ان كل واحد ما كان تحت الطاوله يطلع على فوق الطاوله. صحيح. ويطلع فوق الطاوله، فتوجد انه تفرز سموم، تفرز احقاد، هذا شيء طبيعي. لكن في نهايه الامر، في نهايه المشوار، كل اليمنيين حريصين، حتى هؤلاء الذين لا يعجبهم العجب، في نهايه المطاف هم مع امن واستقرار وطن. إذا نحن نرد للإخوان اللي قاعدين يسألون أن ستقام أم لن تقام، تأكيد من فخامتك بأن البطولة ستقام في الجمهورية. قائمة على قدم وساق، ولا هناك تراجع، ولا في تراجع أبدا، إلا في حال أن شفتوا أن الخط الأمني وضع ضامنين الجانب الأمني ومأمن وعاملين حسابنا. أطمئن. سعيدين بالتاكيد نحن بهذه الاستضافه وفخورين فيها فخامتك. فخامتك كان ننتقل الى الجانب اللي انا اللي عارفه ان انت ما شاء الله عليك يعني رجل رياضي، يعني ما شاء الله عليك فارس ومتابع حتى لمجال كره القدم. اكيد بيكون النسخه الاولى للبطوله بيكون ايضا في اهتمام من جانبك مباشر للمنتخب الوطني ان يحقق انجاز. انا اصلي اخذ الرياضه بروح رياضيه. انا غير متعصب. جميل. انا غير متعصب ان الفريق الوطني حقنا هو لازم يكون هو نجم الملعب.
أنا ما تفرقش أن يكون هو اليمني، أن يكون هو إماراتي، أن يكون سعودي، أن يكون بحريني، كويتي، عماني، ما عندنا ما تفرق، هي روح رياضية. صح. يعني بدل ما يتشنج واحد ويتعصب طيب هذه رياضة. هي متعة وهو سلام مش غثة. يعني زي ما حصل في البطولة الأخيرة اللي حق اخواننا في مصر والجزائر والتوتر واعلان حالة الطوارئ يعني هذا رياضة لغة رياضة لغة حضارية فرحة يعني ما يجب ان يكون فيها توتر، ما يجب ان يكون فيها تعصب، المفروض انها تكون هي يعني احنا نستضيف خليج 20 ونصر على راينا في اليمن ان احنا لازم نكون نجم الملعب. لا ممكن يكون الاماراتي، يكون السعودي، اي واحد هم واحد. جميل. من خلال متابعتك يعني الامور كلها، الاستعدادات، شو الجديد اللي راح تقدمه للجمهورية اليمنية في 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 هذه البطولة؟ يعني اليمن ستقدم تسهيلات كاملة بمنشآتها الرياضية، الفندقية، السياحية، السياحة على البحر، سياحة صحراوية، سياحة هذه يحبوا سياحة جبلية، مدرجات، يعني يتعرفوا اخواننا في الخليج على طبيعة اليمن، لانه كثير من اشقائنا في دول المجلس التعاوني يعرفون بعض الدول الاوروبية اكثر من ما يعرفوا جيرانهم. احنا نحبذ انهم يعرفوا جيرانهم قبل ما يعرفوا الاخرين. جميل جدا فهمتك. طيب انا تقريبا اخذت اللي انا ابغيه واخذته، لكن بعد خليني اسالك سؤال اخير. اذا كنت انت متابع للرياضه، من تتوقع ياخذ البطوله فخامتك في هذا؟ انا قلت لك مره ثانيه، ما استطيع اقول لك من اخذها، انا ابارك له واسلم له الكاس واهني. على العموم انا ايضا شاكر لك هذه الاستضافة فخامة الرئيس، وإن شاء الله إن شاء الله أن تنجح الجمهورية اليمنية باستضافة بطولة الخليج في النسخة 20، وتكون بطولة مميزة مثل ما أنت ما شاء الله عليك مميز أيضا في هذا اللقاء. يعطيك العافية وشاكر لك كل الشكر فخامتك. الله يبارك فيك. شكرا لك.